عشنا كتير يا استاذ محمود مثل هذه المباريات طبعا، ولكن هذه المباراه وتحديدا دائما مباراه الاهلي مع الترجي بتكون ليها طابع خاص، طابع الاخوه، طابع العلاقات الجيده، طابع الاحترام. مهما كانت الظروف ومهما كانت نتيجه المباراه تظل دائما العلاقات الاهلاويه الترجويه علاقات كبيره جدا ومحترمه جدا. طبعا قائمه على الاحترام، وشفنا الاستقبال كان عامل ازاي في تونس. ايوه. وشفنا النادي الاهلي النهارده عامل لجنه الاستقبال خاص برضه للبعثه اللي جايه بكره، حتى انه النادي الاهلي يمكن عمل تعزيه يعني على الصفحات الرسميه للنادي بوفاه شقيق رئيس نادي الترجي، ويمكن لسه ما يعني محدش يعرف هل هو رئيس الترجي هيجي ولا هيتاخر عن البعثه. فلو هو جاي هيكون الكابتن حاضر في استقباله، ولو هو اتاخر هيجي بعدها يوم او يومين برضه هيتم استقباله باستقبال رسمي من خلال الكابتن محمود خطيب والوفد المرافق ليه. العلاقات هي اللي بتبقى في النهايه، دي منافسات في اطار الملعب يا كابتن، يعني ما تخرجش عن منافسه رياضيه وتنتهي يعني المهزوم او الفائز بياخد بيد المهزوم والمهزوم بيهني المنتصر، وهي تكون النهارده يعني النهارده تفوز بكره تخسر وبعد، يعني عاوز اقول لك ايه، هي دي الرياضه، مباراه في غايه الصعوبه، مباراه لا احد يستطيع ان يتوقع نتيجتها. نتيجه الذهاب خلاص انتهت وراحت لحالها 0-0، انت بتعد نفسك لمواجهه وسط جماهيرك، مش عاوزين الناس تروح تأوفر الامور الاكثر، محتاج الناس كلها دعم للفريق، تركيز، حاله هدوء. انت عندك خسرت عنصر من عناصرك المهمين جدا، واحد ادواتك القويه جدا علي معلول، لا شك انه ده هيكون شغل الراجل، هي البديل مين؟ هل هو كريم فؤاد؟ هل هو احمد كوكا، حسن كوكا، ولا هل يعيد مثلا كريم الدبي؟ دي كلها حسابات. خلاص الملامح واضحه، المباراه بتتلعب على تفاصيل صغيره جدا، منافس شرس بيبحث، بيحاول عايز يعيد نفسه للصوره تانية بعد يعني خروجه منها من 2019، عاوز يرجع نفسه وعنده بيبحث عن البطوله اللقب الخامس. الاهلي عاوز بيحافظ على مكتسباته وانجازاته اللي تمت في الفتره الجايه. فكل ده الكلام ده هيبقى فيه شغل يا كابتن، خاصه شغل المدير الفني، ازاي هتقدر تكسر الحاجز او الجدار الدفاعي اللي هيبنيه فريق الترجي واللي هيلعب بالتاكيد كما لاعب امام صن داونز على الهجمات المرتده واستغلال فترات اللي بتقل فيها حاله الفوران الهجوميه للنادي الاهلي، ازاي يعمل انت نفسك استعدادك كمان لتفادي الهجمات المرتده وادائها من البدايه، وكمان الكرات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء وازاي انك انت بتعرف تحرمه منها. كل ده الكلام ده هيبقى محتاج اعمال شاقه 90 دقيقه كبيره جدا، وعليك يعني ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي انك انت تحرص على الاستفاده من كل فرصه. النادي الاهلي ليه فتره كبيره في كل النهائيات تم تتويجه خارج البلاد، يعني خارج القاهره، فانت دي ده ليك فتره كبيره جدا يعني يمكن اخر حاجه يمكن 2014 كانت الكونفدراليه. الكونفدراليه انا بقول لك الكونفدراليه كانت هنا وكسبنا بالهدف التاريخي الكابتن سليمان متعب، والعرضيه اللي لعبها الكابتن لسه مان بيمين، وهو يعني هو اصلا الراجل بيلعب بالشمال، يعني حاجه الماتش ده من الماتشات اللي فعلا عجيبه جدا في الملعب، لو والناس اللي حضرت الماتش في الاستاد وتفتكر المشهد كان عامل ازاي والمنافس كان عامل ازاي وحجم الفرص، لدرجه ان الناس خلاص جالها حاله استسلام، ولكن الاصرار وبرضه توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان حاضر. الاهلي وقتها لم يكن يمتلك سوى 15 لاعب في قائمته، صحيح حجم الاصابات والغيابات وبتاع والكلام ده، فانت هنا بيفصل. وكان لجمهور الاهلي في لفت قليلا ما تتكرر في ماتش الاهلي والزمالك برضه، خلي بالك ما انا بقول لحضرتك كان لجمهور الاهلي في هذه المباراه لفتة لا تتكرر، عندما ظل يهتف يا رب بداية من الدقيقة 85 حتى جاء الهدف، لدرجة انك انت وانت في الملعب وقتها تشعر وان ارض الملعب تهتز من حالة ايه التشجيع المتواصل وعدم الاستسلام والرغبة في الانتصار، وتوفيق ربنا كان حليف في الفريق في توقيت مهم جدا بهدف تاريخي وبطولة كانت غائبة عن النادي الاهلي. فانا اعتقد ان روح الفريق هي هتكون البطل في هذه المباراة، يعني ايه الروح القتاليه والاصرار على كل كوره، يعني التركيز وتقليل الاخطاء، حرمان المنافس من اي فرصه، من الاستفاده من تمريره خاطئه، من احتفاظ بالكوره، من الالتحامات تبقى قويه زي ما احنا شفنا.